نعم، تقدم معنا هذا. أم له البنات ولكم البنون. يستنكر الله عليهم، يقول ألكم الذكر وله الأنثى. كان أحدهم يكره الأنثى أن يرزق بجارية، بل منهم من يئدها، يعني يدفنها وهي حية. ومع هذا الكره الشديد للجواري والبنات يقول على الملائكة أنهم بنات الله، إناث الله، فيصفون الله بما يكرهون ويختارون ما يحبون ويفخرون من الأبناء الذكور، وينسبون الله ما يكرهون ويزدرون ويحتقرون، ويكون الملائكة إناث الله، بنات الله، مع أنهم ما شهدوا خلقهم، ما يعرفون أكانوا ذكورا أو إناثا. والملائكة خلق مستقل، لا ذكور ولا إناث. بعض العلم قال يقال عنهم ذكور، لا يقال إناث، ولا يقال لا ذكور ولا إناث، لكن ما ذكر الله لنا ولا أعلم على ماذا استندوا، لكن علماء من أهل السنة قالوا أنهم ذكور. إلا نجزم أنه لا يجوز أن نصف بأنهم إناث كما كان المشركون يفعلون ذلك، وقد أنكر الله عليهم، قال شهدوا خلقهم، كيف عرفت أنهم إناث؟ كنت شاهد على خلقهم؟